حمام العافيه يا ولدي. الله يعافيك يا امه. اعمل لك كوبايه شاي يا بدر. مش عايزه تبيك معايا، تعبك راح. ده انت مالي عليا البيت بعد ابوك ما مات. الله يرحمه. تعيش يا ولدي. الخالق الناطق ابوك المعلم شبلي فيه كان راجل ولا سيد الرجاله، كل معلمين السوق كانوا يعملوا له الف حساب. ربنا يديك طولة العمر ياما. ربنا يخليك ليا يا ولدي. بقول ايه، يا ما نفسي اشوفك متجوز وعيالك بتجري حواليك. صدقني يا بدر العمر بيجري والوحدة صعب، ولازم أن تكون واحدة جنبك. وهني كنت قاعدة معاك النهاردة، بكرة يا عالم حكون فين؟ ربنا يخليك ليا يا أم. السبت والحد ومحروس ابني خلص وما وردت على حد. وبعدين ياما، وبعدين في العكنانه دي مالك ياما؟ ايه يا واد المزبله اللي انت عاملها دي؟ ايه ده؟ علموك كده في المدارس؟ ما قالولكش النظافه من الايمان؟ قالوا لنا ياما، بس انا ما بحبش درس الحساب. حساب؟ والله ما انت فالح. طول ما انت بتجري ورا الفيديو والافلام مش هتفلح ولا تنجح. هنجح هنجح ياما هنجح. انا محروس ابن المعلم سعداوي الديب كبير السوق. يا عافيه يا واد، تنجح ازاي؟ هي شروه في السوق. ايه هلقتوا بنام؟ الله يقلق منامكو. اعملي لي شاي بدريه. في ايه ده محروس؟ اعملي شاي يا امنه. اعملي لي شاي معاك يا بنت يا امنه. مش هعمل لك حاجه يا محروس، لو عاوز حاجه يا اخويا قوم اعملها لروحك، المطبخ مش بعيد والله ده عن النص. انا هعمل لابويا بس الشاي اللي يستاهل بق من ايديا دول، وانت هحرمك من شاي يا محروس عشان تبقى تقولي بنت تاني. مش عيب يا واد تقول لاختك الكبيره يا بنت؟ فالح قوي اسم الله. سامع يابا؟ سامع يابا التقطيم؟ اهي من صباحيه ربنا وهي وجعاني نافوخي. قومي يا بنت اعملي الشاي. قومي يا بنت. حاضر. سامع يا معلم قله ادب محروس؟ بيقول على امه واكله نافوخه. دي الفاظ بتوع مدارس سبت اهل الجهله. مالهم الجهله يا اولاد؟ مالهم الجهله؟ وبعدين محروس مش جهله. محروس واخد الاعداديه. وهياخد اللي بعديها الثانوية. ياخد الثانوية منين يا معلم؟ ده ثانية يا اختي بتقول جاوب وحش، ولو نجح هينجح على الحركرف. وايش عرفها بقى؟ ايش عرفها بقى اختك دي؟ هي ما تعرفش حاجة. خالتي بتدرس في مدرسة ابتدائي، هتفهم ايه في الثانوي هي؟ يا واد الواجب تبوس ايدها، ده لولاها كان زمانك سقطت في الإعدادية. يبوس ايد مين يا ولية؟ معاش ولا كان اللي محروس ابني يبوس ايده، ما يبوس ايد حد غير بإيدي وإيد أمي. مش بيقولوا مين علمني حرف صرت له عبده؟ عبده؟ عبده مين يا ولية؟ عبده جزرة؟ أنا ابني مش عبده لأي حد، أنا ابن حر، وابن حر، ده ابني سعداوي الدين. وأنا جبت الكلام ده من عندي يا معلم. هما مش علموك كده في المدرسة يا واد؟ أيوة أما بس أنا ما بحبش درس الجغرافيا. جغرافيا؟ والله ما أنت فالح. ما تفوليش في وش الواد، أنت أختك. جرايا يا ولية في إيه؟ ده بدل ما تقول له عيب يا معلم، تمرعه كده. هي دي التربية؟ الله، يعني أنا مش عارف أربي ابني؟ طب على الطلاق بالتلاتة، ما أنت بايته فيه. وانزلي بقى اقعدي مع أختك سناي، حطوا بوسكوا في بوس بعض بدل ما هي حاطة وشها كده ولا بوسها في الحيطة. الله، ليه كده يا معلم؟ خلاص أنا حلفت يمين طلاق بالتلاتة، قلت إيه؟ ماشي يا معلم، مش هنزل يمينك وهنزل. الشيء اللي بتحبه يابا. ايه ده يا بت؟ انت حاطه فيه ايه؟ حاطه ملح يابا. ملح؟ طب عليها الطلاق بالتلاته، ما انت بايته فيها انت كمان. يلا غوري. تعالي يا امنه، تعالي معايا ننزل مع بعض يا اختي. بس قبل ما انزل يا معلم انا عايز اقول لك كلمه واحده. قوليها بس، هي كلمه واحده. انت تستجري تكلم امك الحاجه زي ما محروس بيتكلم معايا كده؟ بالاذن يا معلم، فكر في كلامي ده صح ولا غلط. بينا يا امنه، تعالي. غوري ولا غوري؟ غوري، اما الحاجه مالها ومال اللي انت بتقوليه ده؟ وانت صحيح ولا محروس؟ مش خليك
مؤدب كده مع امك، مش بيقولوا هم حاجه كده قالوا لك في المدرسه ان امك في فصل ولا كوش؟ كوش. ايوه بابا. بيقولوا في المدرسه ان الام مدرسه لو اعددتها اعددت شعب طيب الاعراق. برافو عليك يالا، برافو عليك. طب ما انت شاطر اهو يالا. طب بقول لك ايه بقى يابا، طالما ان الام مدرسه ايه رايك بقى لو اقعد في البيت وام تعلمني كل حاجه كل حاجه وما اروحش المدرسه؟ صح. انت بتقرطصني يالا، بتضحك على ابوك؟ طب عليا الطلاق بالثلاثه انت كمان ما انت بقيت فيها. غور غور يالا غور، اللي اتقدم العيله كلها تاكل دماغي. ايه ده؟ ده كلهم سابوني لوحدي. طب عليها الطلاق بالثلاثه ما انا بقيت فيها انا كمان.